أجهزة الفنتليشن بتدي صوت. سوري؟ في أجهزة الفنتليشن بتدي أكسجين على 120%. لا هي بتعتمد على الجهاز ماكس والجهاز. في فنتليترز تدي هيليوس ماشي. هيليوس. الهيليوس بس. الهيليوس عندما صب أمبيت نيتروجين مع هير. لا لو بيحوله ل 17 او 19% ده لازم انا اللي اعملها. لازم تعمل لازم يبقى الجهاز من بره. انا معايا السيت اب بتاعها معايا صورتها ازاي بتتعمل مش صعب. بس مش في الادفانسد فنتليتور ولا اي فنتليتور موجود فيه. لا الهيليوكس بس اللي افيلبل على سام فنتليتور. هيليوكس والدنيا مش افيلبل. انا قصدي هيليوكس هيدي كانه هيدي بس منشن. بس هما متعودين السب مش هو ده السب امبيانت اللي بيعملوه. اللي بيعملوه بنيتروجين. ليه ما ينفعش ندي؟ لا هو الفكره ان الهيليوكس هيعمل لي مور فاز نوعا ما مش فاز دايليتيشن هيحسن لي الاكسجينيشن. لا الشركه في مصر لما عملت لنا الانابيب كان بكربون دايكسايد. بكربون دايكسايد او نيتروجين ده الهايبر كابنيك. يعني هو توكسيك وهايبر كابنيك. لان هي مش عشان حاجه عشان ما عندهاش نيتروجين سيلندرز فبيعملوها بسي او 2 اللي هو افيلبل في المستشفيات. انما الصح نيتروجين هو ده الاصح. السي او 2 بيتعمل حوالي 3-5% سي او 2 بتزود السي او 2 كونتنتك ولا بتسبايرد جاز. وده واحد من الحاجات ان انت بتكون في نفس الوقت عامل هايبوكسي وهايبر كابني. هايبر كابني انك ممكن تزود الديد سبيس بتاع الماشين يعني انك تحط حاجه توسط تغول التيوب بتاعه البيشنت او ان انت تكون بتستخدم هايبر كابنيك جاز ميكسشر. لما نكون بنتكلم على الشنط كيف البايمونال شنط باي دايركشن جلاند شنط الباي دايركشن جلاند شنط ده احنا حضراتكم عارفين احنا بنوصل السبلوفينا كيرف بالبالمونري ارتري. هنا البالمونري بلاد فلو بيتحسن. البالمونري بلاد فلو ما بيفضلش على نفس البالانس الدقيق جدا اللي كان في الستيج 1 ما بتفضلش الامور بنفس الصعوبه. وانا في الحالات اللي زي دي اي هاف سم مانوفرز عشان احسن البالمونري بلاد فلو ان انا احسن السيريبرال سيركيليشن. بحسن السيريبرال سيركيليشن عن طريق مين؟ ان انا اعمل هايبر كابنيا. لما اعمل هايبر كابنيا البي اتش ما بيبقاش بس في نفس الوقت اكون محافظ على البي اتش. بعمل هايبر كابنيا وبعمل جود اوكسجينيشن ومينتين الفانكشن ريزيرف كاباسيتي. الجود اوكسجينيشن ومينتنس اوف فانكشن ريزيرف كاباسيتي يقللوا لي البالمونري فاسكولار ريزيستنس. اللي هو المفروض الريسيبيانت. وفي نفس الوقت الهايبر كابنيا بتعمل لي سيريبرال فازو دايليتيشن. السيريبرال فازو دايليتيشن يزود السيريبرال بلد فلو يزود لي الفينوس ريتيرن اللي راجع من السيريبرال بلد فلو فيزود لي الفلو اللي جاي في السبيل فينا كافا فيزود لي البرمونري بلد فلو. وده احد الحاجات الاساسيه اللي بيستخدموا فيها الهايبر كابنيا جاز ميكستشر في الحالات اللي زي دي. لكن طبعا الجلان ومعاها الفونتان دول احسن حاجه ليهم. طبعا الفونتان اكتر من الجيران. اكتر حاجه احسن حاجه ليهم انك تعملهم اكسكافيشن انك تخليهم سبينتينيس بريفنج. العينين دول الفينوس ريتيرن فيهم بيعتمد على الفينوس ريتيرن فيهم هو اللي بيسبلاي البالمونري بلاد فلو. البالمونري بلاد فلو بيبقى بس احنا ما عندناش بامب هنا خالص فانا محتاج ان البالمونري فاسكولار ريزيستنس يكون اقل ما يمكن رقم واحد. محتاج ان العين ده يبقى ويل فوليوم لودد. انا محتاج ان هو يبقى ويل بيرفيوز يبقى الفوليوم بتاعه اصلا في السيستميك سيركيليشن كويس. يعني الولد الديبي ده لازم يكون ويل لودد بالفوليوم عشان الفينوس ريتيرن بتاعه يبقى كويس. انا محتاج ان سبونتينيوس فنتيليشن سبونتينيوس ريسبيريشن بتاعه يبقى شغال عشان النيجاتيف بريشر الانترافراسيك هو اللي يعمل لي سكشن للبلاد. طيب لو اضطريت ان انا اسيبه على الفنتليتور الاحسن طبعا انك تعمل اكسبريشن كي دي. لو اضطريت ان انا اسيبه على الفنتليتور اي هاف تو يوز سم مانوفرز. رقم واحد ان انا بقلل الريت واكومبنسيت الريت بان انا استخدم تايدال فوليوم عادي شويه عشان احافظ على المينت فوليوم. بقلل الريت ليه؟ عشان اسيب اكسبيراتوري تايم طويل. ليه اكسبيراتوري تايم طويل؟ لان احنا اتفقنا زي ما كان كل حاجه بتسال الانسبيراتوري تايم الانسبيريشن ده اللي بيكون فيه البيك اوف ذا بريشر. ده معناه ان الفينوس ريتيرن بيكون فيه واقع خالص. لكن الفتره بتاعت الانسبيريشن هي اللي فيها اللوست بريشر انتر ثوراسيكالي فبسمح
ان يكون في مده طويله عشان يحصل فيلنج للبلمونري سيركيليشن رقم واحد. بس انا طالما هتعمل كده للاسف هكون مضطر استخدم هاير تايلر فوليوم. طبعا هاير يعني مش معناها هاير قوي، انها تكون يعني على الابر نورمال بتاعي. يعني لو كنا بنتكلم على 8 على 10 خلينا على 10 ما تخليناش على 8 رقم واحد. رقم اثنين، هقبل ان السي او2 بتاعي يعلى شويه وذوت اسيدوزس. وذوت اسيدوزس ليه؟ لان انا طول الوقت محتاج ان البلمونري فاسكولار ريزيستنس بتاعي يبقى قليل، يبقى لازم ما يبقاش عندي اسيدوزس. البيب والقصه بتاعته احد البوينتس اللي عليها كلام كتير قوي قوي قوي. نستخدم بيب في العينين دول ولا ما استخدمش بيب؟ هم دول عينين كانوا بيتكلموا عليهم احنا نستخدم زيرو بيب. Again, I will not recommend to use zero beep in any pediatric patients. ولا حتى في الأدلتس. أو نسيب حاجة الناس بتوع الأدلتس هما يبقوا إيه يعملوها على المسؤولية. أنا أقل في البيدياتريكس. I will not use zero beep. نستخدم المنين. لكن نستخدم أقل بيب ممكن. إلا لو العيان ده عنده stiff lung. والستادي اللي محمد كان بيتكلم عنها استخدموا الهاي فريكونسي في الكيف بالمونري شانت والفونتان وفي كل الاوبريشن اللي كانوا مستخدمين. كانوا طالعين 120 عيان، كانوا عاملين كل الحاجات 120 عيان، كانوا عاملين كل حاجه تقريبا يعني من كل نوع حاجه حالتين ثلاثه خمسه او ظروفهم. كانوا بيستخدموا الهاي فريكونسي، كان بيستخدم الهاي فريكونسي على ستيف لانجز، ما كانش بيستخدمها على كومبلاينت لانجز. هي نفس الفكره، لو اللانج دي كومبلاينت هستخدم الهاي فريكونسي. انا مش مزمن الناس تتمنعها فيك، ما هستخدمها دي conventional ventilator بـ very low pressures very low beep تمام وشوية بسرعة بسرعة وشيني طالما اللانج كويس. اللي ممكن يكون مخليني حط العين على ventilator ايه في حالة زي لو اللانج كويس، ان هو لسه هيموديناميكا مش متظبط، فمستني سايبه على الventilator لحد ما الهيموديناميكا تتبعه تتظبط او بوست اوبرتيف. دي الفكرة كلها. ولما نكون بنستخدم بيب قليل يمكن ده شوية عكس اللي احنا قاعدين نقوله من الصبح في الاوبن لانج استراتيجي. احنا بنضطر في الحاله زي ان احنا نستخدم البيب قليل ونستخدم الفليتنج بريشر عالي شويه عشان نبقى على الهاير تايدل فوليوم زون. احنا عندنا سيناريو البلان مع البلمونري هايبرتنشن. في حاله زي دي اي ثينك ان الفنتليتور الون ويل نوت بي يور سوليوشن. يو هاف تو يوز جاكس other pharmacological methods. لا لا عشان تستخدم مثلا CO2 دي ممنوعه خالص في عيان بلان مع البلمونري ارتي بريشر. بلان مع البلمونري ارتي يعني مع البلمونري هايبرتنشن. بلان مع البلمونري هايبرتنشن داون ذا جلان يعني ما عندناش جراحه في الهارت يعني ما عندناش جراحه في الارتي. لا ما يقولكيش مش هحلها. لا انا عايز اقول واحده بس، ما كانتش بتتعمل من الاول اتعملت غلط. بس ايرلي ايرلي العيان هيموت اذا سبته ده هاي بريشر. انا عايز اقول بس واحده، السي او2 الايفكت بتاعه زي ما قلت كنا بنقول لسه من شويه، السي او2 الايفكت بتاعه على البرين اكثر من على السيوت لما بتخليه يعلى الايفكت بتاعه على البلمونري فاسكولار ريزيستنس از فيري مينيمال. بس البروفايل البي اتش بتاعته كويس. النقطه دي تحديدا مكتوبه بالتحديد ان انا بسيب السيوت يعلى وما بقلقش على البلمونري فاسكولار ريزيستنس طالما البي اتش نورمال. لكن مشكله لو العين ده اسيدك، وفي حاله زي اللي حضرتك بتقولي لو عملت كده وخلي بال حضرتك هو ده مش هيصلح لك البلمونري فاسكولار ريزيستنس، ده هيزود لك البلاد فلو. لكن لو انت عندك البلمونري فاسكولار ريزيستنس لسه عاليه البلمونري هايبرتنشن لسه عالي مهما زودت البلاد فلو مش هيكون في درايفنج فورس تدخلها. يو هاف زي ما الدكتور قالت تيك ات اوت او تقلل البلمونري فاسكولار ريزيستنس بأذر ميثود يعني تدي فارماكولوجيكال دراس اذر فارماكولوجيكال دراس. لكن الفنتليشن تكنيكس اي ثينك ات ويل بريزرف ات. وات دو يو ثينك؟ مش بريزرف اذا كان السبب للبلمونري هايبرتنشن هو ستيف لانج او كولابس البلاك. لا هو مش اذروايز هو برايمري برايمري مش برايمري هو السكند اللي هو العين ده متاخر عن عمله خلاص مش لازم دراجز. والعين اللي خلاص والعين اللي اتاخر عن عمله بس كمان يعني معلش هعقدها شويه اكيد حضرتك عارفين الكلام ده الدراجز مش هتبقى افكتيف فيه. هو مش متاخر هو غلط ان هو عمل غلط ان هو عمل اوكي غلط ان هو عمل الدراجز مش هتبقى افكتيف فيه لان هيكون حصل هايلينوزس للارتيلودز فمش هتبقى افكتيف مش سبازم وهيفتح بالفاس دايليتيشن. انا سكيبت بس انا مش عارف كان في سلايد انا شكلها كان كده كنت عايز بس اتكلم عنها اللي هي ال الدكت ديبندنت ديجنز. انا خلاص
بروفايل ما اعرفش شكلها بس او ايه الضغط اللي بيبدا اول الضغط اللي بيبدا ديشنز ده السؤال المهم هي سيستم انا لازم اقولهم عشان الضغط اللي بيبدا ديشنز سيستميك فلو ضغط اللي بيبدا سيستميك فلو و بالموناري ديبندنت فلو العيانين اللي بيكون فيهم ضغط ديبندنت سيستميك فلو المشكله ان احنا عندنا ليفت سايد اوبستراكتيف ليجن موستلي العيانين دول بيكون فيهم السيستميك سيركيليشن سبلايد من الرايت سايد من البلمونري سيركيليشن ده معناه ان انا محتاج فيهم بالمونري فاسكولار ريزيستنس عالي طول الوقت انا محتاجها عاليه باي وسيله وحافظ طبعا طبعا على الضغط اوبن يعني العينين دول انا برغم ان المشكله الرئيسيه عندهم مش في الاكسجينيشن ده هي مشكله في الليفت سايد بس انا هبقى عايزهم ما يبقوش هاي اكسجينيتد عشان الضغط ما تقفلش ده رقم واحد يعني اقبلهم يبقى هايبوكسك شويه عشان الضغط ما تقفلش وعشان ده في حد ذاته بيزود لي البلمونري فاسكولار ريزيستنس يعني مزود لي الهايبرتنشن على الرايت سايد فمزود لي البريشر اللي هيقلب من الرايت للليفت سبلاي سيستميك سيركيليشن This is really important. والعكس تماما لو انا عندي duct dependent pulmonary flow لان هنا البلد رايح من الرايت سايد للليفت سايد من الليفت سايد سوري للرايت سايد فانا محتاج ان يكون pulmonary vascular resistance قليل عشان يسمح بان يحصل adequate pulmonary blood flow تمام يتبقى عندنا حاله واحده بس هي ليها فاريشنز كتير اعتقد ان انتوا حضراتكم ما بتشوفوش معاها مشاكل كتير قوي في الفنتليشن هي حاله تي جي اي تي جي اي لو ما عندنا انتكت سيمتوم اي ثينك ان احنا جاست يو هاف اتريال سيستوستومي خلاص بتتحول المشكله الرئيسيه بتاعتنا فايرال سيركيليشن احنا بنكون حاطين بروستين مينتيننج الدكت وانس ان انت عملت اتريال سيستوستومي بعد اتريال سيستوستومي ما بيبقاش فيه مشكله خالص لا ساعات لما بيحطوا البروستين على هاي دوز العيان بيبقى عنده مشكله عشان انت فتحت عشان انت فتحت الاثنين حسب بالمونري فلو يعني لما عيان بيجي بهاي دوز اوف بروستين بيبقى مشكله ان انا اشيله من على فنتليتر بس هي في الحاله دي لا العيان بيجي من بره ما حاطين له دوز على بروستين عاليه قوي اول ما اعمل له انترسيبتات ساعات العيان ده افضل على فنتليتر الحاله دي حالتك هتبقى مشكلتك الرئيسيه في بالمونري اوفر فلو اوفر فلودنج بقول لك عشان كده هو شايف هتتعاملي معاه هتتعاملي معاه بطريقه زي العيان اللي فيه ليفت رايت شانت غالبا العيانين دول ما بتحتاجيش قوي تزودي الليفت رايت شانت جاست يو انكريز يور بيب تقللي البلمونري فلويد كونسوليشن موستلي ات ويل ريكفر لان الفكره ان العيان ده فيه سنجل تشامبر فيسيولوجي يعني فيه كومبليت ميكسنج في سنجل تشامبر فيسيولوجي اللي هو الاتريا انت بتحول تقريبا يبقى التو اتريا بتحيط على بعض هو ده اللي يعمل كومبليت ميكسنج الفكره كلها ان انت لو مجرد انك عليت شويه البريشر في البلمونري سايد باي اكستندنج بريشر الون باي ذا ريف الون يقول له زور باي والقصه كلها ان بعد خليك تسيب الدكتور ستيفن بتقول لي زور عيني تيجي جيم يعني دازنت انكر سيجنيفيكانت فنتلري تشالنج يعني بالدرجه الكبيره زي باقي العيانين زي باقي الحياه الحاجه الاخيره اللي كنت عايز اتكلم عنها هي الريزيستنت بلمونري هايبرتنشن اوف ذا resistant pulmonary hypertension of the newborn اعتقد ان حضراتكم ككارديولوجيست ما بتتعاملوش معاها برايمري يعني انا فاضل في الصفحه اللي بيتعاملوا معاها نشوف لهم حالاتها حضرتك بتشوفيها كارديو كونسلتيشن لكن انا قصدي الفنتليشن مانجمنت بتاعها بيبقى ران باي نيوروبولوجيست العيانين دول بتبقى المشكله بتاعتهم في البلمونري هايبرتنشن ولازم يكون اسوشيت ويز رايت ليفت شانت رايت ليفت شانت عند الفورامين اوفال يعني هات الفورامين اوفال ليفل او عند ادريا ليفل او ضغط ليفل عند البيتا البي دي اي الرايت ليفت شانت بتحصل لان البلمونري سيركيليشن بتبقى البريشر فيها عالي ايذر برايمري اللي هي برايمري بيرسيستنت بلمونري هايبرتنشن اللي بنقول حتى بيسموها ساعات كلير لانج سيندروم لان السكندري دايما بتبقى سكندري للبلمونري ديزيز كرونيك هايبوكسيا النوع الاولاني بيتكون انترايكلاين وبيكون فيه كرونيك انترايكلاين هايبوكسيا هي اللي عامله لنا انكريز بالمونري فاسكولار ريزيستنس ودي مدمج في البالمونري فاسكولاتشر وده بيخليهم واحد من اصعب الحالات تو تريت لان البالمونري فاسكولاتشر ويتش از ذا مين تريتمنت اوبشن بيبقى
من الاسف الشديد بيبقى الريسبونس بتاعها قليل. احسن حالات بتستجيب هي الحالات اللي بتبقى سكند بين، لانها بتبقى سبازم ديو تو هايبوكسيا، ممكن يتحسن بالهايبر اوكسجينيشن والبالمونري فاز دايجنوز. النوع الثالث اللي بيكون فيه ستراكشر انوميلي في البالمونري سيركيليشن، البالمونري هابيبليزيا سيندرومز. احنا اكتر حاجه بنشوفها مش الفيو البالمونري هابيبليزيا، عيانين الدايفراجماتيك هيرنياز. عيانين الدايفراجماتيك هيرنياز بيكون اسوشيت معاهم بالمونري هايبرتنشن، والبالمونري هايبرتنشن اوف هايبوبليزيا يعني ديجري اوف بالمونري هايبرتنشن هي اللي بتحدد الاوتكم بتاع العينين دول، مش حجم الاوبريشن ولا اتعمل امتى ولا اتعمل ايه. الحالات اللي زي دي الفنتريكولار مانجمنت بتاعها او النفس استراتيجي بتاعها هدفه حاجات معينه. اول حاجه ان احنا محتاجين نمنتين الاوبتيمال لانج فوليوم اد ذا فانكشن بس عشان نخلي البالمونري فاسكولار ريزيستنس اقل ما يمكن. الكلام ده هيتحقق ازاي؟ اكوردنج تو ذا لانج باثولوجي اسوشيتد وذ ذا بالمونري هايبرتنشن. يعني عيان الار دي اس او السبس او الانفان دايابيتيك غير عيان الميكونيا، ده هيبقى ليه تفكير وده تفكير according to its pathology and the original lung volume and the original mechanics. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان انت تستخدم بالمونري فازدليتورز بره. طبعا المشكله بقت محلوله بالنسبه لهم بشكل كبير جدا عشان النيتريك اوكسايد. احنا عندنا في مصر ما عندناش نيتريك اوكسايد، فبنستخدم الالترناتيفز نيتريك اوكسايد. الالترناتيفز دي هم بره بيستخدموها ادجوفنتس، يعني في ستادز كتيره اتعملت في مصر على اليوز اوف سيلينافيل اند مغنيسيوم سلفيت. بره هم اتكلموا على السيلينافيل از ان ادجوفنت تو نيتريك اوكسايد، لكن احنا بنستخدمهم از امين لاين اوف تريتمنت. الحاجه الثالثه ان انت تحاول تقلل الرايت تو ليفت شنط عن طريق ان انت تسبورت السيستميك سيركيليشن، ان انت تستخدم الانتروبس انتروب كيوز في الحالات اللي زي دي بيبقى مهم جدا تو سبورت السيستميك سيركيليشن. في بعض الاوثرز بيتكلموا على ان الدوبيوتامين مثلا من الانتروبس اللي ممكن يبقى ليها سم بالمونري دايليتنج افكت. بصراحه الكلام ده انا ما لقيتوش سستيند على مدى في كل الريفرنسز يعني. سوري؟ دوبامين مز مور افكت يعني الحته اللي قريتها كان كان بس كان ده يعني ما لقيتوش كونسيستنت في كل الاماكن. يعني دوبامين بيعمل ده يس بيعمل سيستمك بالمونري. بس هل يعتبر من الحاجات الاساسيه قوي في البالمونري هايبرتنشن؟ لا يعني مش it's not يعني انا قلت كلام حضرتك يا دكتور محمد علي، لان احنا غالبا بنستخدم الدوبامين عشان حاجه مهمه قوي. الدوبامين ملوش فازو بريسور افكت. انا عاوز استخدم الدوبامين عشان الفازو بريسور افكت بتاعه نستخدمه حتى على دوز عاليه، بنبتدي في الحاله زي ما عاوز عاليه، يعني مش ببتدي بالراحه بقى كده 5 10 بتدي على طول 10 15 عشان انا محتاج الفازو بريسور افكت بتاعه يرفع السيستميك فاسكولار ريزيستنس يرفع الدوبامين. يس الدوبامين تمام. لازم الانيشال سيتنج يا دكتور محمد. الانيشال سيتنج في حالات البرزستنت بالمونري هايبرتنشن زي ما قلت لحضرتك القصه بتاعتها ما بتبقاش معتمده على على البالمونري. لسه انت ما وصلتش للبرايمري كوز. انت عندك عيان بي بي اتش ان وشخصت بي بي اتش ان، وات از ذا سيتنج ذا برايمري سيتنج؟ ديفيكولت كويشن. اجين في العيانين دول انا هحتاج ان انا استخدم اجين اند اجين نفس الكلام بتاع الريموستراتيجي. هاي بيب ممكن اقول لحضرتك هاي بيب على اساس ان اغلب الباثولوجيز اللي هتكون على بالي يعني الثلاثه من الباثولوجيز اللي ممكن يعملوا الكلام ده هيحتاجوا هاي بيب، سواء بنتكلم سواء بنتكلم على الميكونيوم سواء بنتكلم على الاي دي اس سواء بنتكلم على الانفانت دايابيتيك والسيبسيس. الحالات دي كلهم هيستفيدوا من الجود بيب. يا بلاش حته كلمه هاي خليها جود، يعني تبقى كلمه كده جود بيب رقم واحد. رقم اثنين انا محتاج ان انا اوبتمايز التايدل فوليوم بتاعي. التايدل فوليوم بتاعي في الحالات اللي زي دي زمان كانوا بيتكلموا تو هايبر فنتليت ذيس بيشنتس وتعمل سي او 2 ووش. اتس نوت ريكومندد اني مور ان انت تعمل سي او 2 ووش، لان السي او 2 ووش ديتيريوس للسيريبرال سيركيليشن بيعمل لنا سيريبرال اسكيميا، فانا مش محتاج ان اعمل فيه سي او 2 ووش. الانديوسد الكالوزيس از نوت ريكومندد اني مور برضه. نحب ان نديهم صوديوم بايكربونات انفلوجن ونخلي البي اتش بتاعتهم تبقى فوق 7.45 او 7.4. بقى الريكومنديشن ان انت خلي كيب البي اتش بتاعتك نورمال 7.35 ل 7.45 فقط لا غير، برغم ان في ناس بيعملوا ابروتش مختلف بيستخدموا الجنتل فنتليشن ابروتش. الناس بتوع كولومبيا مسميين اسمهم كولومبيا ابروتش في البي بي اتش ان، بيسمحوا السي او 2 يعلى لحد 60 والبي اتش تنزل لحد 7.25 والنتائج بتاعتهم كويسه جدا برغم ان هم بيسمحوا بالكلام ده. مع ان الاسيدوز بتعمل بالموني فاس كونستكشن يس دي يوز ات، بيستخدموا هاي فريكونسي اي دي بيستخدموا ناتو اوكسايد اي دي.
فانا مش هستخدم تايدل فويد اكسسيف، مش هستخدم ليه كلمه هايبر فنتيليشن في البي بي. انا محتاج السي او 2 بتاعي نو مور تو بي يوزد ات اول. انا محتاج السي او 2 بتاعي، انا هستعين كلمه يعني مفيش 100% اكسجين لا 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 الفنتيليشن يعني التايدل فوليوم والمين فوليوم لسه ما اتكلمتش على الاكسجينيشن. يعني هستعين كلمه استاذنا دكتور هشام عوض من يقول لك ما تسمحش ان السي او 2 ينزل عن 40 في اي عيان بريزستنت بالمونري ريتنشن ابدا. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بقى الحاجه اللي قلت عليها اللي هي الهايبر اكسجينيشن. الاكسجين بتاعي التارجت اكسجين بتاعي في العينين دول محمد كان بيتكلم فوق ال 94 على طول، انا عايزه فوق ال 94 من 10 فوق ال 94 ويبقى من 10 ل 12 ل 24 ساعه ما ينزلش. العينين دول لما بيحصل فيهم ديكلاين في الفايتو ديكلاين اكسجينيشن بيحصل ريباوند فازو كونستريكشن، وريباوند فازو كونستريكشن بيبقى فيري ديفيكولت تو ريفيرت. فلازم استخدم نوع اكسجين عالي، وده من الحالات اللي انا هبقى مينتيننج اللانج فوليوم كويس بتاعي، وبرغم ذلك الفايتو بتاعي ما بيقلش. انا هسيبه على 80% 100% وانا مش زعلان، سيبه طالما ان السيركيوليشن بتاعي فوق ال 94 او البي او 2 بتاعي فوق، يعني اتكلم على 80 على الاقل 75 80. يعني السيتنجز معلش نرجع تاني، لو انا عايز اعمل زي ما الدكتور هلا بتسال دلوقتي وات ار ذا فنتيلاتوري سيتنجز اللي انا هظبطها عليه؟ هستخدم جود بيب تيك ات فروم هير جود بيب انفليتنج بريشر يحقق لي نورمال تايدل فوليوم دونت هايبر فنتيليت. السي او 2 تارجت بتاعي يبقى فوق ال 40 من 40 ل 50 مش اكتر من كده ولا اقل من كده. مينتيننج طبعا البي اتش بتاعك فوق 7.3 محتاج اكسجين عالي، الحاجات الأساسية في العين ده أكسجين عالي عشان نكيب الساتوريشن بتاعه فوق ال 94، نكيب البي او 2 بتاعه أرتيريا البي او 2 فوق ال 80 لمدة 24 ساعة، بعد كده ممكن نزيده تمام، ونعمل كل الحاجات التانية اللي هي الإكسترا فنتيلاتوري. اللي واحدة منهم الفنتيلاتوري اللي هنا نايتروجين أوكسيد اللي مش موجود في مصر للأسف الشديد. أجين اليوز أوف هاي فريكونسي هقوله بعد كلمة واحدة. أنا في حاجة فوتها على حضرتك كده وأنا بتكلم على السيتنجز اللي هي التايمز. انا اتكلمت على بريشرز ما اتكلمتش عن تايمز. ما اتكلمتش عن تايمز لسبب مهم جدا، لان التايمز هتعتمد على الميكانكس اوف ذا كوز. يعني انا عندي ميكونيوم، الميكونيوم دوت اللنج فيه هايبر انفليتد، عندي ايه ريزيستنس عالي، يبقى هستخدم تايم طويل، انسبيراتوري تايم طويل، اكسبيراتوري تايم اطول وريت قليل. لو انا بتكلم عن ار دي اس بالعكس تماما، استخدم انسبيراتوري تايم قصير، اكسبيراتوري تايم قصير وريت عالي. التايمز هتعتمد على الميكانيكس اوف ذا كوز. الهاي فريكوانسي فنتيليشن يوز في الحالات اللي زي دي اجين ات از ا كوز سبيسيفيك. الهاي فريكوانسي فنتيليشن في حالات البي اتش ان ما فرقش في المورتاليتي اوت كام، لكن فرق في الشورت تيرم اوت كام اللي هو اللينث اوف ستاي والفنتيليشن دايز. المهم واللي بيستخدموا نايتريك اوكسايد بيتكلموا على نقطه مهمه قوي، وصل النايتريك اوكسايد لللنج اي او سي كونفشنال او هاي فريكوانسي. استخدم النايتريك اوكسيد وصله للنج اي او سي سواء كده او كده لحد ما ربنا يكرمنا ويبقى عندنا نايتريك اوكسيد. بقى ما نتكلم ثانك يو فيري ماتش. اي سؤال في الجزء بتاع الكريتيك؟ عايزين الجرافيكس ولا مش على البراكتيكال؟ لا على البراكتيكال.